السلام عليكم، أخيرا وصلنا لنهاية سلسلة الموبايل وايرلس كوميونيكيشن. كملوا معايا هذا الفيديو للنهاية، مقدمت لكم هدية بسيطة تخص هذه السلسلة. وصلنا لل 2020 5G. 5G قدمت سرعات بيانات أعلى تتجاوز ال 1 جيجا بت في الثانية الواحدة اللي كانت توصل لها ال 4G. ومن مميزات ال 5G حسنت من الزمن الكلي لأداء التطبيقات الريل تايم، زي مثلا الجيمينج، الفيديو كونفرنسينج، والطب عن بعد، وحتى السيارات ذاتية القيادة، بما انها تتطلب نقل بيانات سريع وموثوق لمعالجة البيانات ريل تايم. وغير انه مكنت في صناعات مختلفة زي مثلا الـ AI، الـ Virtual Reality والـ Augmented Reality. ومن أهم مميزات الـ 5G هي دعم عدد كبير من الأجهزة المتصلة في نفس الوقت. مع ظهور الـ Internet of Things صار في تزايد في الأجهزة المستخدمة المتصلة بالإنترنت، طبعاً اللي موجودة في الـ Smart Cities، الـ Smart Homes، في الـ Healthcare، وهكذا في الصناعات المختلفة. وفي نفس الوقت حتمهد الطريق لتطبيقات وخدمات جديدة مبتكرة مستقبلية، وصار عندنا مجال للبحث والتطوير المستمر. تتوقعوا ايش الجديد وفين حنوصل؟ وبكذا نكون وصلنا لنهاية سلسلتنا. وبالنسبة للهدية البسيطة اللي وفرتها لكم، شيكوا صندوق الوصف عشان تحصلوا على كتيب عن اجيال الاتصالات. واخر شيء لا تنسوا تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب لقناتنا. في امان الله.